أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجها لوجه. اليوم بعيدين بتاتا عن المشاكل وبعيدين عن السياسة. اليوم راح نتناقش عن موضوع قضية التحجير والتخيير المرأة، وراح نفتح خطوط التليفون. أعطني إياهم يا مخرج، هذه أرقام التليفون، راح ناخذ اتصالاتكم عن موضوع المرأة بين التحجير والتخيير لمناقشة هذا الموضوع. اليوم راح يكون معانا أخونا الباحث في التراث الكويتي الأستاذ عبد الله الفليح. مرحبا بك أستاذ عبد الله. يا هلا وسهلا، شرف وجودك ويانا اليوم إن شاء الله. واليوم مفاجأتنا ويانا أم براك الأخت جوزة المطيري. مرحبا فيك أخت جوزة. يا هلا وسهلا، وتشرف وجودك ويانا اليوم إن شاء الله. الله يجزاك. وكل المشاهدين راح يتابعون ويانا حول قضية التحجير والتخيير. واخذي راحتك في الحكي إن شاء الله. من محبتي لكم. طول بعمرك وحفظك إن شاء الله. أبتدي مع أخوي عبد الله. قضية، هنقول شنو التحجير؟ التحجير إن البنت يحجر عليها ولد عمها، عيال الخال ما لهم شغل، عيال العمام، عيال العمام يحيرونها، اللي يحجرونها او يحيرونها، هي نفس معنى داخل المديان يقول احنا يحيرها، اللي في اهل البال يقول يحجرها، هي نفسها شيء يعني نفسها معناها يعني. اي نفس المعنى، لكن هو معناها انه هو يمنع زواجها الا بعد ما هو يقول انا موافق زوجوها مثلا، اللي هو ابوها اوليها. لا لا مو الابو، ولد العم. ولد العم، والعم اي العم والعم هو اللي حجر مو الابو، بس اللي ياخذ القرار الابو. لا، الأب مرغم إنه ينفذ التحجير. الأب مرغم؟ الأب مرغم طبعا، يعني عمها ولد عمها هذه البنية حق ولدي وخلاص؟ هذا نظام التحجير. هي البنت حق ولد عمها، هذا التحجير. البنت حق ولد عمها، اللي ما له حق يحجر عليها أو يحيرها، نحن نقول بالعامية بالمدينة يعني، اللي ما له حق يحيرها أو ما له حق يحجر عليها، اللي هو ولد الخال، عيال الخال، عيال الخوال ما لهم شغل. لا ما يحيرون، بس عيال العم. عيال العم اي طبعا، ولد عمها، حتى لو متزوج، حتى لو عنده ما متى يسقط عن التحجير؟ اذا عنده اربع. لو عنده ثلاث، متزوج ثلاث لحق، يعني لو متزوج، لو متزوج عنده ثلاث، لو متزوج ويبي بنت عمه، بنت عمه وعنده ثلاث حريم يقدر، لان المكان الرابع. بس متزوج شلون؟ اي ولو، هذا نظام التحجير، انه هو بنت العم حق ولد العم. هذا الكلام كان ماشي داخل المدينة عندنا، وكان ماشي في البدو الكويت، يعني حضر الكويت وبدو الكويت. هذا هو نظام التحجير أو نظام التحيير. والأبو ما له أمر، ما يقدر، ولو خالف الأبو عليه حق، عليه حق وحق من حق ولد العم، يعني أهله وقبيلته وقرايبه وعشيرته. يصير في جلسة عائلية أو عشائرية وينفرض حق على 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 الأبو. ما يتم زواج البنت إلا إذا رخصها ولد عمها. هل ما زالت العادات هذه موجودة؟ لا، اختلفت الأمور الآن. لا يعني يمكن في بقايا قليلة عند أهل البادية، بس مو أهل البادية اللي الآن استوطنوا وسكنوا بيوت ومش عارف إيش وكذا. لا، اختلف الموضوع، اختلف الأمور. أهل الحاضرة انتهى الموضوع من زمان، يعني أواخره يمكن إلى بداية الستينات، يعني إلى سنة الستينات المدنية وهذه. إيه طبعًا تغيرت، كبرت العوائل ونفس تغيرت الأمور يعني. زين، مبراك موضوع التحجير على المرأة ولد عمها، وحتى لو تكلمنا على العادات هذه. العادات الأولية بنت العم ما تطلع من قبيلتها، وأقرب مالها ولد عمها، مالها ولد عم تأخذ من قبيلتها، ما تطلع إلا أنها تطلع من الديرة تأخذ الأمير. بس قال الأمير ما تأخذ أحد، يا طلعت من جماعتها، يعني يا تأخذ ولد عمها يا من قبيلتها أو من قبيلتها أو يأخذها أمير. أول أمير اللي طلعت خرجت من بني عمها تأخذ الأمير، مشهور أمير ديرة، ولا أمير عشيرة، ولا يعني أمير معروف تأخذ منهم. زين، هذه العادات خلصت تمام ولا هي ما زالت مستمره؟ الحين كثرنا البنات، كثروا البنات بس يعني على الصيلين ما يجوزون حي الله. مثل انت جيت تخطب، رحنا نسال عن قبيلتك، نسال عن عشيرتك، نسال عن سيرتك. نعم يما، اذا انت رجال ومحترم وكويس جوزناك. زين ما هذه ما في خلاف عليه، هذا عادات وتقاليد كاتب. اذا في بعض الابهات ما يشاور حتى البنت في زواجها،
يجونها ناس كبار وتكون هي البنت صغيرة سبعة. هذا أول. هذا أول. أي. الحين. هالحين لا. يشاورونها. يشاورونها. أي. وبعدين بنات أول ما هم مثل بنات هالحين. أي. بنات أول مثل عيار 22. أي. وبنات هالحين مثل عيار 18. أي. ما تصدق الرجال، ما تخاوي الرجال، ما تعرف قيمته، ما تعرف شغلته، ما تعرف ظروفه، ما تعرف وش عنده. يجي زعلان من الدوام، متهاوش اللي هو رجيل وزعلان، تبي يترحب به. صح. الصاحب اللي أنا طحنيه اللي يضحك حجاجه قبل تضحك عيونه. هذا الواقعي. هالحين منين جاي ورايح وينك؟ ما انت عندي. انا رايح ادور لك لقمه الخبزه. انا شفتك عند الفلانيه والفلانيه عندهم بنات والفلانيه ما ادري وشلون. ابوش لهم لي ولاني لهم. عيني خير يا مره، عيني خير. اخذت لها سم يوم وهي زعلانه. انت طبختي عيش، طبختي شاي، غسلتي رجوله اللي جاء تعبان. هالخدمات ما ندري لو يحطون نخاريرهم. يلا لي صادق. صح ولا غلط؟ صادق. المطعم يسلت عرقه ويلقط لي اللحمه. شفت بعيني، انا ما هرج الله اللي يشوفه بعيني. اللي ما اشوف ما هرجه. زين مبارك، شو الفرق بين المره قبل والمره الحين؟ اوه. خل اسمع منك. وشنو النصيحه تقول حق المره اللي قبل؟ ذهب لو انت فقير ترصك على قلبها. لو انت فقير ما تقول انا جوعانه، ترصك على ضلوعها ضلوعها. ليا ركبوا الغداء الناس عشاهم، اللي عندهم عشاء ركبت قدرها وخلت الماي يطبخ عشان ما تقول جوعانه. مرست لها عكه، مرست لها سعن فيها حليبه، مرست لها حاجه، صدوا لهم صيده ارنب، صدوا له ضبيب، تعشوا. هذا الأولين ما يعلمون بجوعهم. يقول مر على عدوك متسلسين وانت جائع. الحين لا يا لطيف، الحين تاكل رموشة. صح ولا غلط؟ أكثر حالات الطلاق من يتسبب فيها، الرجال ولا الطلاق؟ طال عمرك يجي من حاجة بسيطة. هي حاجة بسيطة بس المرأة ما هي مركن. أنا هالحين جوت يد أبو عبد الكريم أبو عبد الرحمن لطيح. قلت أنت محرم، أخوي محرم. ما قلت لا، هذا ما حط يدي عليه. يعني منه منه. تيجي تقابل هي وياه. ما جبت هذا. تشتري لنا الحلاوة. الزوتي ولك الكرامة 150 دينار ولا نحطه على راسي ملبسه 150. وين 150 ببلاش؟ 150 هذا العين بعد 150 ببلاش بعد. أنا كل الأمور الأولية طلعت عليها. حتى إيران ربحت يمه وشفته وخبرته. عرفت شلون؟ ما سكتن حيلي. لي حطيت دينارين ونص اللي قطعت الراس الدرايب. ما راح حط لي 50 دينار لي، حط لي بذهب، ادسه بذخيره، تجيني طواري، يجيني صديق فقير، يجيني واحد معتاز. ما يبى له هديه يا حافظ، صدقة عند الله سبحانه وتعالى. حسنه، يجيك ورع مسكين. يجيك يتيب مسكين، يجيك بدون ما عنده المسكين. صح ولا غلط؟ صادق. اروح احط لي زوتي 150 يويل. حسن عبد الله، يعني كان عندك تعليق على العلاقه قبل تراثنا قبل العلاقه بين المراه والرجل. الحريم الاول والحريم اليوم الفرق 360 درجه. صح. اي لان انت تعال مثلا خلينا نقول ناخذ يوم تعيش المرأة في
البيت قبل ونشوف اليوم هذا موجود عندنا الحين مو موجود. تقعد لو قلنا مثلا بنت المدينة تقعد من الصبح قبل يعني مع الأذان الأول مو أذان التالي، تقعد مع الأذان الأول زين، الريال بعد نايم بفراشه ينطر الأذان التالي عشان يقوم يروح المسجد. صح، هي تقعد مع الأذان الأول، تقبش سعف، تقبش عرفي، تجيب المفراس والمطلقة وتكسر قرم عشان يجهز حق المطبخ، لأن المطبخ شلون هو في دار حطب عندنا موجودة قبل، كانت فيها عرفي فيها سعف فيها هذا كله بتجهزه قبل، لأن تطبخ الجدر على على مراكي على 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 صخر، ثلاث صخرات محطوط عليها على عليها الجدر، بتسخن ماي إذا كان إشنا مثلاً عشان حتى لو تسبع الاستكانة ولا تغسل ماعون زين، تبي تشب النار بالأول زين. إيه على ما الريال يأذن الأذان التالي ويروح المسجد يصلي الفجر صلاة على النبي ويرجع، يكون الريوق جاهز. الله، كل هالعبالة هذه كلها الريوق جاهز. شنو الريوق قبل؟ إيه، مثل الريوق الحين؟ لا، الريوق قبل ممكن شنيالي، شنيالي يبي له يبي له عيان، شنيالي يبي له جدر قال جابله وجابله بالملاس والريحة تفوح شنيالي، أو إنها مثلاً بتسوي مثلاً تخبز سواء كان عندها تنور في البيت ولا على التاوة، يعني خبز خمير أو خبز رقاق، خبز خمير إحنا يسمونه خبز إيراني هو خبز خمير اسمه يعني مخمر زين، أو خبز رقاق بتسوي مثلاً جدر باجلة وجدر نخي، بتسوي مثلاً بيض قرص بيض، بيسوي مثلاً بلاليط، تطبخ بلاليط. يعني وجبة الريوق هي وجبة حالها حال وجبة الغداء، حالها حال وجبة العشاء، يعني مو شيء خفايف. والأوليين فعلاً الحين صحياً لما تيجي تنظر أنت للوجبة الرئيسية هي وجبة الإفطار. قديماً هذا النظر عندهم وجبة الإفطار، على ما أي مو بس هي من ذهب الريوق، هي عروس مقابل الثلاث وجبات. المرأة الكويتية القديمة عروس عند الريوق جاب له زوجها، عروس عند الغداء جاب له زوجها، عروس عند العشاء جاب له زوجها. الحين زين تتذكر انت ايام تقول والله كانت زوجتي ليله العرس بالشكل الفلاني وكانت مش عارف ايش. قبل لا، قبل نشوفها عروس ثلاث مرات باليوم عند الريوق وعند الغداء وعند العشاء، على رغم الشقة اللي تشوفها، رغم الشقة ورغم ان لا في خدم ولا في شيء، ورغم ان هي لما تدش المطبخ الدش بدراعة مالت الطبخ وثوب شاش، وبعضهم دش جاشة الدراعة وثوب شاش وشيلة وبرقع، وإذا عندها حمام في البيت شيلة وبرقع وفوقها يمكن بوشية أغطى، كن هذا الأغطى أو وتشتغل وتشتغل، ومجرد ما تخلص الريوق راحت دشت. والمسبح شنو يعني؟ هو ماي خليج، زعبت الماي زعبتها حطتها دشت سبحت غسلت حطت دقت الديرومة الله زين، ال حطت هذا الطيب 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 مالنا قبل، مو الحين اللي تحط الطيب مني تمشي خطوتين ولا طار، دهن العود والرب الراجي وأنواع الطيب، ماي الورد الأولي غير الحين. وحريصين إن الريال عقب ما يتريق يبي يطلع، قالبت له المبخر بإيد والمرش بإيد، الله يطلع معرس من البيت يوميا. ذكرتني بايام قبل. حلوة. وهذا يجري في 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 الحاضرة، يجري في البادية نفس الموضوع. كل واحد حسب مقدوره، لكن المرأة حريصة انها تطلع باجمل صورة عند الزوج، ولذلك تقل مشاكل. صح، يعني مسألة الطلاق نادر، منو والله بنت فلان وطلقت، انت عجب عجب يعني شلون الـ الابو والاخوان وحتى عيال العم والفريج يضايقون ان والله بنت فلان تطلقت، ما يعني نادر جدا، وحتى يعني اللي قبل تتطلق تتزوج بعد عدتها على طول، ما تقعد يعني ما تقعد الا اللهم مثلا اذا مثلا يعني إيه هي فيها مشكله، عندها مشكله مثلا، ممكن تكون مثلا مرض او تتطلق مثلا الريال يبي عيال، وبعض الرجال مثلا متزوج ثلاثة وعندهم عيال، الربعة ما فيها عيال، لا يطلقها ويأخذها. إيه إيه حلو، خلينا نسمع
قبل المرة لما تخدم رايلها مثل الحشوة نسمع منك أمارك شو الخدمة قبل للرجال في البادية؟ المرة طال عمرك شقاها في البادية غير بعدهم في الحاضر في البادية يعني ايه البادية طال عمرك تجي من الغنم ويدخلونها سايحة بالغنم ويدخلون على زوجها لا عندنا كالونيا ولا ولا عندهم عود وياي من الغنم من الغنم ما عندها كالونيا ولا عندها عود ولا عندها من الأشياء هذه بس ريحتها ورد سبحان الله يقول يا سلامي على اللي من عرفها حمدها كامل الزين مسكانه ورا الجندلية عمرها 10 سنين ونزيد بعددها يعني 15 يوم ريحة نفرها زين ريح عمرها 10 سنين وزايدين بعددها كامل حسابها على نقوز الضحية يا زينها ويا زين ريحة جسدها مثل ريح النفر وسط رياض العدية أنت ما تعرف النفر بكتبه لك ينبت بالعشب ريحتها يوم تجي لها تقول ريحة نفل مثل ريحة الروضة اللي طبيتها ما لها ريحة ما جاها الكيماوي جاها النووي صح ولا غلط صادقة يما هذه وجاء منها تاخذ لها يومين يومين دخلت بالبيت وتخض الصميل وتحل بالغنم وتجيب الحطب وترتس بالرتسيب هالحين ما تشرب الشاي والله اللي تصادق والله ليش بنات اليوم ما يعرف يطبخون وما تبي تشتغل ايه التربية ولا شنو تربية من رب العزة والجلال أمي ما عندها بنات الله نعم ما شاء الله وقصيرتي ما عندها بنات عيال واجيب الحطب واجيب الجلة أنا أسرع بعد بالغنم عمري 7 سنين ما شاء الله يوم أجي الحمير ولك الكرامة لأني محملته من الحطب والجلة إيه؟ ونص عند جارتي ونص عند بيت أمي ودبغ أجيبه ندبغ ندبغ السعونة أنت عاشف متحف السلام عندي سويت لي متحف على التاريخ الأول نعم إي تعاشف بالبيت حطيته إن شاء الله نصوره تسمعني ومغنيتين جارتي ومغنيتين أمي جارتي بس الحمد لله بناتي طلعن علي علمتهم من صغره ما شاء الله علمتهم على الطرز وعلى النقش وعلى الشغلات وعلى الكيك وعلى والحمد لله يعني على تربيه الام اي هالحين بنتي عندها بنتين الله يحفظها ان شاء الله وحده في سادس وحده في سابع كنت درب البنات على سوى الخبز على الصاج واخذت بلندا شهر ونص وعانها يطبخن ما شاء الله وحده في سادس وحده في سابع يوم اني صهت خشومن عارفين هذا ربايعنا لا وبنات ولدي كل سنة تربي بنتس على الشغل أول ما علمهم على النقش ننقش عندي نقش هذا أنا جايبت معي بوب شغلي وفهمي والناس الثانية اللي دشيت ببيتهم اللي هالبريد ما يشغلن اللي جن عند زوجهم اللي أنا أعرف بعض الحريم والله ما لي جهد والله توي جايت من الدوام تعبانه لين ابو دارت انا احط شماغ فرق في بطني واحطه من ورا رقبتي حامله في محسن واصل اخذ ذبيحه واطبخها ايه ما وراه يجي هالقصه والله انا كانت قبل يعني امهاتنا الله يرحمهم يعفو عنهم تولد مني بس تطيب شوي ثاني يوم ولا ترد تشتغل كل شيء مر علي اقول لهم على اسف اني مره أنا شاركت نفسي هالحين مع الريجين ما عاد بالحريم شفت ما فيهم خير أقول مع الأسف شيء مر علي بالحقيقة ما فيك شذب ولا زلة ما شفته أنا لما جيت الحريم فلانة وين أخي والله نايمة وأنت تشتغلين وأنت نايمة إن شاء الله لو أنا عندي لأربطها بالشارع إي والله زين يما قبل كان يزوجون البنات شلون يزوجونهم قبل لما يعني يخطبونهم يقول بعض صغار بالعمر قبل وما يشاورونهم ويزوجونهم ولا يقولوا لهم البنات هالحين يقطن بالتلفون وهرجن ما درنا عنهم يا سلام سلم
السلام. قبل يمه شلون الزواج بالباديه قبل؟ قبل طال عمرك البنات اللي بغن من قبيلتهن مو مثل بناتنا رعيت حليب الكلاب اللي متهطتنا ذني ما حد ترضى ما حد ترضى عن امهات. زين هذا يسرح بالبن وهذه تسرح بالغنم. زين ما هم في الديره توحدوا وتعهدوا عهد حكومي مو حكومه هالحين حكم هو. زين هالحين حكومه لا يسجنوني. لا ما يسجنونك ان شاء الله بخير. تعهدوا تجيني واعطيك خاتمي وتشيله. زين وهو تاخذ منه حاجه وتشيلها ما حد يدري عنها ما يعلم الا الله. ما اخذ غيرك يكذبونها ويجوزونها اللي صار ما هو ابن عمها جوزونها تطمح. ايه واحدة أخذت 25 سنة وهي في عشق لا أنا أخذته. ممكن تقول لا قبل ما ها؟ قبل تقول لا ما أنا متزوجة فلان. أي حتى لو ولد عمها حتى لو ولد عم لا تقول ما بي ولد عمها يسخرونها. يسخرون يسخرونها غصبا عليها غصبا على أبوها حتى لو متزوج لا. إذا هو متزوج لا ما عندها حد لا ما لحقنا يجبرونها. لا يجبرونها لو متزوج حتى لو متزوج. اي نعم اي نعم يقولون بنت منه ولا ولد من غيره. اي يعني ولد عمها ماخذها ماخذها ان الاولين طال عمرك عمرك يقول يمنا بلا يسرى تراها ضعيفه ويمنا بلا يسرى تراها ضعيفه ورجل بلا ربع على الغبن صبا. ان من اول الرجال بني عمك عيالك اهلك مثل حربتنا القبيله هذيك تكاتفوا. صح اجطعوا الرجال هالحين روح للمحكمه اسجنوه ما يدرون ايش معناها هذاك ياخذ حقه بيمناه يضرب عليهم تمدد قال ارقد. يعني المره قبل يعني ولد عمها هو الأساس. اي نعم بعدين إذا هو ما يبي ويعني ما يبيها يقوم ويخليها البني عمها. وإذا هي ما تبي ولد عمها تبي ولد خالها تاخذه اللي من القبيلة اللي من القبيلة اللي من القبيلة. تقدر تقول المرأة من ذاك الوقت البنت تقول حق أبوها أنا ما أبي ولد عمي ما صعب تقول توصلها لهم توصل اي تعلمهم ويسمعون اي ويسمع الابو. هي البنت ما تكلم تكلم ابوها بداله صار ابوها عايش. ايه واللي صار ابوها ما هو عايش اخوها. ايه يعني الاخوان من اول متكاتفين تكاتفين تكاتف جميل مو مثلنا هالحين. هالحين انا اسرح من اول ما معرفه شمري يحنزي مطيري هالحين ما استجرى طلع حطه صح ولا غلط؟ صح يعني عندهم كرامية وعندهم حياة وعندهم حمية على الإنسان الخوية وعلى البنت وعلى عندهم حمية. صح مو مثلنا هالحين. الحين ضايع الحين ما يعين للأسف والبنات ما يعاث ولعبت التلفونات الزيادة عليه. والله أنا أيدك أبو العلوم أبو العلوم يأخذ القبائل مسميته أبو العلوم أبو العلوم يأخذ القبائل يلوب له ديرة ويجيب من ديرة. أيوة تسمعني وهالحين هو من حظك يا الإنسان إن الله رزقك في زوجتن صالحة وزوجتن تضبط أظهارك مثل المحزم اللي ضبطت في بطنك الله بذر لك أنت حفظت فلوسك حفظت شغلك وانبلك الله في علة وين رايح وين جاي ما عطيتني المعاش ما سويت ما فعلت كل الطيب راح يران الصاج ثم جرحة سبد الرجال صاج صح ولا غلط؟ صاج عبد الله قبل الزواج البنات صغار كانوا يزوجونهم اي 13 14 15 وبعض المرات ما تتشاور يملكون عليها ام تسع ام تسع اي شلون قبل الزواج قبل يعني يا يخطبونها ولد عمها او احد من الفريج شلون طريقه الزواج يلا؟ والله شوف اذا هم مثلا اذا ولد عمها طبعا هذا عادي بعباتها يعني انتهى الموضوع. اذا مثلا هم من القرايب
يصير خطبة الأهل هذه عادي. لكن لو فرضنا أن مثلا من بعيد، خلنا نقول مثلا من بعيد، عادة تكون فيه خطابة، الخطابة هذه نفسها مرة كبيرة. لا لا ما يخطبن الحريم، الريجي. لا لا في داخل المدينة، في داخل المدينة ما أدري عن الكل. البرية الريجي، البرية الرجاجيل نتكلم، البرية رأسا رجالية رأسا. إيه الخطابة إذا من بعيد، يعني إذا من الأهل خلاص عادي، يعني فلان والله ببنتك حق ولدي مش عارف إيش، سواء كان من عيال عمها أو من عيال خالها أو من قرايبهم يعني. لكن إذا من بعيد لا، الخطابة عادة تكون يعني مرة يعني فوق الأربعين عمرها عادة، وتكون بالفريج، عارفة الفريج كلها، يعني عارفة أن هذيلا عائلة مثلا بياسر ما يباخذون الأصيلين، هذه الشيوخ أصل. فلو قالوا والله بنت فلان، هي تردهم تقول لهم لا، هذه لا مو من مواخذكم، أنتوا بياسر، أنتوا بني خضير، أنتوا كذا، تعرف الأصول كلها يعني، على أساس أن حتى ما يتعنون ويفشونهم يردونهم يعني. هي تبصرهم باللي ممكن، صاروا مثلا مناسبين لهم تروح تكلم أهل البنت، إذا وافقوا مبدئيا يروحون الحريم يخطبون، راح الحريم يخطبون، خذوا الموافقة المبدئية أيضا يروحون الرجال يخطبون. خطبة الرجال تي خلاص انتهى يعني، يعني معناها أنه في موافقة مبدئية سابقة روحة الرجال. روحة الرجال على طول يحددون موعد الملشة، يعني راح الرجال اليوم، ممكن مثلا راح لو تعنوا لهم مثلا بعد صلاة العصر، ممكن بعد صلاة المغرب بالمسجد مالشين، بعد صلاة العشاء داخل عليها الزوج، ماكو تأخير يعني. بعد خطبة الرجال المسألة يوم أو قبل أو ما في ورقة، ما في ورقة قبل، لا ما في ورقة، في شهود، لا يجيبهم بس من برا. إيه الشهود، في شهود يعني بس، والعرس وخلاص، والعرس وخلاص، والعرس بسهالة الأمر، لأن تصير فزعة الفريج كلها يفزع، سواء حق أهل البنت، وزواج عادة يتم عند أهل البنت، لأنه في نوعين من الزواج داخل المدينة، في نوعين، في يسمونه تحوال وفي زفيف. إذا كان مثلاً البنت مثلاً ما عندها أحد، وحالتهم مثلاً تعبانة وكذا مش عارف إيش، أهل الزوج يقول خلاص نجيب هالبنت عندنا زفيف، يعني يجيبونها عندهم تتزوج عندهم في بيتهم، في بيت أهل الزوج، بيت الحمولة. وهذا قليل يعني، هذا حسب حالة أهل البنت يعني. لكن الأغلب الأعم اللي هو التحوال يتم الزواج عند في بيت أهل العروس، تتزوج يتم أسبوع كامل في بيتها العروس، في حوافة موجودة هي اللي تخدم المعرس والعروس من بداية الزواج لمدة أسبوع كامل. ثامن يوم اللي هو يوم التحوال تتحول، طبعا يودون أغراضها ودارها ومش عارف إيش، يسبقونها عربانة مثلا، محصان مثلا، ينقلون فيها الأغراض تروح، ومسيان زفة الحريم، ويسبقونهم الرجال يعني، بس يعني مثل حماية يعني في الطريق، بس يكون قدامهم، يودونها بيت الحمولة. في بيت الحمولة يصير كأنه في زواج ثاني، كأنه في عرس ثاني، احتفالا بوصول العروس. ثاني يوم يسمونه الثويلث، أم المعرس تستعرض العروس عندها البيت، وطبعا اليوم الثالث في بيت أهلها أيضا سووها ثالث، ثالث بكامل زينتها، الحريميون حريم الفريج وقرايبهم يشوفون البنت شنو ملبسينها. طبعا البنت ما في عروس بالكويت مرت لو افقر واحده تشوفها مع اغنى واحده نفس الشيء، لان يفزعون الفريج، يلبسونها الذهب ويلبسونها ملابس ويلبسونها كل شيء، تطلع زاهيه حالها حال يعني شيخه، كانها اميره من الامراء. لكن بعد التحوال من عقب الثويلث ترجع الأغراض حق أهلها، ترجع عليها على إمكانياتها الطبيعية، يعني سواء كانت مزوجة فقير مسكين على قد حالته، وسط على قد، تاجر تعيش على قد دخل الريال، إيه على قد الريال خلاص، وتعيش حياتها، وتعيش حياتها كاملة، وتقوم حتى لو هنا صغيرة تصير مرة وتجاب البيت. طبعا لأن هي أساسا يعني البنت من تبدي تفهم شوية 5-6 سنين معامها في المطبخ، صح يعني. أنا رضيعتي أنا أكبر منها 3 سنوات، فشفت شلون يعني
زين عمرها 5 سنين 6 سنين هي ويا امي في المطبخ، 7 سنين 8 سنين تطبخ. يا اخوي عبد الله كان قبل الولد اللي وصل 6 سنين 7 سنين اعتبروه ريال يشتغل مع ابوه. ما في يقعد يلعب. دشيت تباب مع ابوي عمري 9 سنين غوص تباب ويا الله يعطيك طولة العمر ان شاء الله. فالحياة قبل غير يعني حياة صعبة بس بس كانت في حياة والله شوفوا ما الرجال كانوا رجال والنساء كانوا نساء يعني ما في شيء يعادلهم لا على الرغم انهم لا دراسة لا 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 امور شهادات بس شوف الجيل اللي خدم البلد هذا وتقعد وياهم ما تحس ان هذا البني ادم ما يقرا ولا يكتب فاهم تسمع ايه تسمع يحفظ القرآن يحفظ القرآن يحفظ شعر عربي فصيح يحفظ شعر من البادية يحفظ شعر من الحاضرة ابن البادية والحاضرة في لغة مشتركة لغة الشعر القديم لما تسمع انت الشعر المدينة تحس بانه هذا من 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 من, من البادية راح نتكلم على الشعر الحين وحتى مباركة تكلمني على الشعر زواج اول بالبادية انت بسعة فاجأتني بمعلومة الخطاء اللي يخطب اني في الحا يعني في الحظاء يعني داخل الكويت كانت المرأة بالبادية الريال لا اللي خطب ما تقابله قابل ابوها قابل ابوها ما كانوا الحريم يعني خطبوها لا 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 قابل ابوها وقال اعطكيها بس احفظها مثل ما سلمك الأمانة احفظ الأمانة والبنت ذهب تشتغل ما هي مثل اللي حريمنا كم جابوا اذكر لي وحدة اعرست شعرها اليهني وش جابت جاب لها نفنوف جهازة وجاب لها بعير تحط غبيطها عليه بس وشنو المهر ذاك الوقت ها المهر شنو مباراة ما في مهر ما في مهر لا لما يخطب بنت عمه او ياخذ لا 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 ما في ما عندهم عندهم هالغنم يحلبونها وهالبعيرات بس ما عندهم ما في مهر لا ولا يعرفونه ما يعرفون الا مرة الامير مرة الامير يشتري لها اسمها المعرة بس طافني اللي ما شريته بحطه للذكريات لقيته 150 بصليبيخات سنة 71 الله تاريخ وما عندي فلوس ولا اشتري عادي بس يمكن يلقاه بعماء عمارة الأمير يشلولها أما الباقيين كثير جاها نفنوف أو بعير وبعير تحط الغبيط عليها الغبيط ما تشوف اللي يحطون عليه قش يحطون عليه نشر ويحطون عليه التراد وما لها شيء ثاني بعد لا 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 هذا هو غنم ما هو بعيرات يحلبون ويشربون بس ما عندهم غيره وياخذون الغزل ويسوون منه بيت ويسوون منه عدول ويسوون منه دشن ويسوون منه بجد ويسوون يغزلون الغزل وهذه هذا العرس ومره ما اقول لك تجور عيار 22 كم كانوا يتزوجون ذاك الوقت يعني البنت؟ بعضهن على 15 يعني أكثرهم على 15 أي ما تطول أكثر من كذا أي وبعضهن على 20 الرجال اللي ما عنده عيال يسرحون بغنامته وبعيراته تاخذ 40 ما أعرست وبعدين مهن مثلنا مهن مثل جيل اليوم تاخذ المرة 8 سنين ما جاها الرجال ولا تطري ولا تفريه مرة ناخذ مداخلة راح افتح اتصالات الآن على أساس تجاوبون على استفساراتهم أخوي عادل الدكتور عادل المطيري مساك الله بالخير أخوي عادل الدكتورة عبير المطيري عفوا مساك الله بالخير دكتورة عفوا حياك الله يسلمك طول بعمرك طول بعمرك الله يحفظك ومسي عليك وعلى ضيوفك الكرام الموجودين يطول بعمرك دكتورة ويعطيك العافية على هالمواضيع الشيقة يسلمك. أنا والله عندي بس مداخلة بسيطة حتى أنوح عليها ضيفك الكريم أبو علي يعني أبو علي شد انتباهي في حواره على دور المرأة بالسابق نعم. إن المرأة بالسابق كانت قائمة بجميع أمورها
يعني الزوجية، من البيت، من الدراية، من الرعاية. أنا عندي بس سؤال لضيفك الكريم، هل نعم. دور المرأة في السابق اختلف عن دورها الآن؟ حلو. نتيجة التغيرات اللي احنا مرينا فيها، هل دورها تغير؟ طيب إذا دور المرأة تغير، والمرأة الحين يعني نتيجة التطور هذا ونتيجة يعني الحياة والعولمة اللي دخلنا فيها، هل الرجل قائم بواجباته كالسابق؟ الرجل قديما يعني كان راعي البيت، هو اللي قائم بجميع الأمور، من رعاية، من أولاد، من آخره. هل الآن نشوف في المجتمع الكويتي الرجل قائم بهذا الدور كالسابق؟ وهل مسألة الطلاق وانتشارها وتفشيها في دولة الكويت لها عامل أساسي في عدم قيام الرجل بواجباته كاملة؟ فأنا ودي أنوه إنه يعني أقول حق أبو علي، ليس العيب دائما على المرأة، لا تحطوا المرأة دائما بمقارنة بين السابق والحاضر. المرأة أيضا كان عليها لود قديما، والآن أيضا زاد عليها اللود. الرجل وينه؟ زيادة نسب الطلاق الآن عندنا بالكويت ليش؟ لأنه منو اللي قاعد يختفي دوره؟ والله أنت بغيت أسأل أنا المقارنة لابد أن تكون للرجل والمرأة. يعطيك العافية. تسلمين دكتورة، شكرا لسلاحقك. شكرا. دكتورة قالت مليون سؤال فيها. ما يخالف باختصار تجاوب ترد عليه حتى وبعد المباراة ترد. فيما يتعلق في دور الرجل ودور المرأة، قديما المرأة والرجل في رعاية الأسرة الأكبر، لأن الولد يتزوج وهو تحت رعاية أبوه وأمه وربما جده وجدته، لأن بيت الكويتي الحمولة أحياناً يوصل عدد الحمولة إلى 60 نفر في البيت، فهو يتزوج تحت رعاية أبوه ويده وعمامه ويدته وأمه، كلهم موجودين. يعني إذا حصل منه خطأ أو خلل أو تقصير، التوجيه أول بأول يوصل له. هذا جانب بالنسبة حق الولد. البنت ايضا كذلك، يعني هي تتربى في بيت اهلها، ولما تيجي بيت الحموله ايضا يعني تدخل في ضمن بوتقه كامله، في ضمن منظومه اجتماعيه كامله، لانها بدش على خوات الزوج وعلى حريم يعني اخوانه وعلى بناتهم وعلى امه وعلى جدته، فهي في منظومه كامله وتيجي تاخذ دورها هي ايضا. يعني هي قدامها أيضا منظومة كاملة تتعلم من خلالها شلون تقوم في دورها بالكامل. ولذلك يعني بعد فترة من بعد سنوات البيت يضيق عليهم، يكثرون، فيضطر يطلع. لكن لما يطلع هو أخذ شهادة دكتوراه في العلاقة مع الزوجة، وهي أخذ شهادة دكتوراه في العلاقة مع الزوج من خلال أنها عاشت من ضمن أسرة يعني كاملة. العائلة ربت كاملة. العائلة ربت والفريج ربه. هذا الرد. شو تردين على الدكتورة عبير تقولك يعني المرأة يعني ليش لا تحطون كل شيء على المرأة؟ يعني غلطانة تقولك يعني ما في فرق بين المرأة قبل الرجال تغير على قبل. لا غلطانة. على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة لها حق والرجال لها حق، والمرأة المهبولة ما يحافظ لا نفسها ولا الرجال. نعم صادق، كل القوانين عرفتها من فضل الله، ولا ظلم احد ولا اسب احد، اعلم بالصراحه. والمره تربي ترى حتى تعدل الرجال اذا كان المره هي اللي تعدل الرجال. اذا المره ممتازه وكويسه وحبيبه تعدل الرجال وتحب اسرته وتحب حمواته وتحب لبت الزدر يجي للصفو، شيل الصفو كلك ما دريت. يعني الجهال يتصافقون ويتصعبون، صح ولا غلط؟ صح. ممكن تنخش فيه عندنا شمري ببيوت سعادة العبد الله، قال أرواح يا فلانة بنشوف بيتنا الجديد. جته يوم جت قال بيض الله وجهك يا زوجي، عز الله بنيت لي فلة تونسني، بس لو والله فكنا من البلوى. قال البلوى؟ البلوى امه لحظه، انت ما انت جايه عجوز باسر، ما انت جايه كبيره، ما ترجين اولادك، ما ترجين الموت باسر يجيت، ما ترجين من سرور تصير يجيت وحاسبونك. هذه شالته في بطنها ورفعت ديسها، ما رضعتها حليب السلاب اللي متخططنا ذانيها،
صح ولا غلط؟ صادقة ها؟ صادقة والله. قال ابشري، هو يكتب ورقته، قال دوري يتيم. كفو. والله لو اني اعدل لها اني احب خشمه. كفو. يستاهل، هذه امه. راح نتكلم يما عن المرأة وشلون معاملتها مع خالتها ومع امها والحين بشوي. والله هالمرأة بس ناخذ المكالمة هذه لأن وايد عندنا اتصالات والله يما. لا يما حقك. الأخ عبد الهاجري. عبد الله آسف على التأخير. عبد الله. عبد الله. سلطانة، مساك الله بالخير يا سلطانة. مساك الله بالخير والنور، تفضلي يا اخت سلطانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله اخت سلطانة، انت على الهواء. ان شاء الله، مساك الله بالخير. يطول بعمرك يحفظك ربي. يسلمك، اسعد الله مساك انت وضيوفك الكرام. يسلمك ويطول بعمرك. استاذ الملا، عندي اجابتين على موضوع ان التحجير انتهى. ايه. التحجير ما انتهى لحد الان، قل نعم المفروض ان نضيف مع كل احترامي لهم. هم يقولون انتهى، التحجير ما زال موجود، وعندي عدة صديقات وصديقات بالسعودية بالكويت بالإمارات أعرفهم طاف عمرهم وصلوا 50 وهم محجرين، هم عيال عمهم لحد الآن. ولا تقول لي أمي، البنات دارسين جامعة، هم خريجين جامعة، ولكن العادات والتقاليد ما زالت مأثرة ومتمسكة. أنا أعرف دكتورة بدو إحدى دول الخليج مات لما وصلت 50، كان يقول لها بتتزوجين تزوجي، شو تتزوج من ياخذها بالخمسين حتى لو دكتورة. أعرف هني بالكويت أعرف واحدة من بنات عمي، التحجير ما زال موجود. هم مع كل احترامي لهم المفروض يقولون فيه، ولكن الانتهاء لم ينتهي رغم أنهم مدارسين ومثقفين وجامعة، ما زال التحجير. عناد فيك أنت بنت عمي رفضتيني لآخذك، وصلوهم لحد 50 سنة، روحي من بياخذها 50؟ من بياخذها 50؟ خلاص انتهى العمر. الشيء الثاني ان الرجل يقول اول المرأة، مع كل احترامي انا وحدة اللي عانيت، ولا يمكن يعني اظلم زوجي وابو عيالي وشيء، ويمكن يسمعني هالحين. بالعكس قبل المرأة مرتاحة بالبيت، تطبخ شوي عيش مرقة سمك وقاعدة تستقبل لما يجي اهلا وسهلا، يلا يا ريت الحين اقعد بالبيت مستعدة أطبخ 5 طبخات مو طبخة واحدة، ويجي يدخل أرحب فيه لين أوصل الدار وألبس وأتمكن. الحين أنا إحنا الحريمة، أنا أصلح السيارة بالجراج، أنا أجيب التموين، أنا أذبح الخروف، رغم أني لا أنا مو أمية دارسة ومتعلمة، لكني مع كل احترامي لأبو عيالي وغيره وغيره، 95% من الرجال اتكاليين على المرأة. أنا ما أقول كلهم، 5% قايمة بواجباته. والشيء اللي يعور القلب ما يخالف، أخدم أصلح السيارة أقول بيتي وعيالي وأبلم، ما بي كل يوم المرأة لها زواج، صح ولا غلط كلامي؟ صحيح. ما كل يوم لها زواج، يلا أصبر يا بنت الحلال وتمضي الأيام وتكبر البنات، وأدرس وأسهر وهو يسهر برا ويجي ينام وعشاء على الطاولة. بالنهاية يدق علينا تليفون ولا يجي أبو فلان أنت غايب، كان يقول والله أنا خطبت بتزوج بنية صغيرة، خطبت تزوج ما يخالف. احنا عندنا كلمة الشرع حلل، انظلم الشرع، انظلم الشرع. الشرع ما قال جيبه حطه وحطه وحط. اذا زوجتك بصحتها وبشكلها وبحالاتها، منو قبل ايام قبل تصلح السيارة تروح تجيب الخروف مخفرة هنيالها، يا هنيالها بالبيت قاعدة. عيدوا لنا زمان قبل، انا اول وحدة مستعدة افنش اقعد اروح اتبخر، فانا اصلح. استرجلنا غصبا علينا، غصبا علينا. هذا الرجل أجيب التموين، أصف لين أجيبه الخروف، يتصل ذبحت الخروف جبتوا التموين صلحت السيارة، ها. وبالنهاية عمره 70 يتزوج وحدة 18، يقول تبين تقعدين هذا بيتك وعيالك بعد 20-30-40 سنة، وإذا ما موافقت والله ما وافقتي الباب ياخذ جمل. أقولها وقلبي تقطع أستاذ، ولا أني ضعيفة لحد ولا أترجعه ولا غيره، بعافيتي وبصحتي وبأهلي وإخواني وناسي، لكن لا تظلم المرأة. أنا مو ضد الرجل، لكن هذه الحقيقة، وأي واحد ينكرها أنا أعتبره غير منصف. أنا ما الرجل ما يدافع عن الرجل، المرأة ما تدافع عن المرأة، نقول الحقيقة، نكون صريحين مع أنفسنا. قبل تصلح سيارة تذبح خرطان تستقبل ضيوف تدرس تقعد مع المدرس تحرش البنات تروح تجيبه من الجامعة، لا. كل ما قلته قال
ما يخالف السلطان على اساس الوقت اعطيته 6 دقائق حكت اللي بقلبها يعني انا اعطيته فرصه اذا تردون على الكلام اللي قالت يعني. والله شوف الرجل اليوم انا في رايي انه محتاج انه يدخل يعني شو مراحل الدراسه في ابتدائي ومتوسط وثانوي وبعدين جامعه المفروض يدخل 12 سنه يعني دراسه. يعني كلامها ان كل شيء الرياء يعني المرأة تقوم فيه الحين كلامها. أنا وقع بالعشرة وياها لأن شباب هذا اليوم يتزوج بشهوة ورغبة بعد أحيانا بعضهم ما يطول أسبوع ما يطول 10 أيام وتبدي المشاكل مع الزوجة لأن لا الأهل قاعدين ينصحونه ولا يعلمون صح قاعدين يتخلون عنه خلاص هو تزوج وكيفه ورأسا يصفطون مع ولدهم وهو غلط. الأهل البنت يشتقون مع الزوج اللي تأخذه وهذا شفت مشاكل وايدة كثيرة جدا شفتها في أرض الواقع. المفروض إنه يا جماعة الخير إحنا محتاجين إلى تقنين يمنع تجاوز الزوج على الزوجة والعكس أيضا. نعم. زين المفروض إنه في تقنين دقيق في حاجة لحنا. المفروض إن المسألة ما تترك لتقدير القاضي مع احترامي لكل القضاة لأن المسألة التقدير الشخصية تختلف إذا أنا قاضي ولا أنت محمد قاضي وهذا أنا غير وهذا غير وهذا غير. المفروض أن في قوانين مدروسة من ناس متخصصين بالقانون متخصصين اجتماعيا متخصصين في الدين أيضا لأن الدين لا مواقف محددة. يعني مثلا قضية من القضايا بدون ذكر أسماء ولا زالت هذه حية القضية الآن زوج قاعد يعذب زوجته عذاب يعني عذاب النكر يعني مو عذاب عادي كأنها عدو. يا بابا ما تبي البنية خلاص تروح بيتها عندها منها طفلين وانتو شباب يعني يا إما تتفاهمون طيب اتركوا فرصة لأهلكم يساعدونكم فرصة لقريب يساعدكم مو راضي والله للمحكمة. العجيب الغريب انه والله في المحكمة تعالى يبي 4 حريم يشهدون ولا شاهدين عدلين. يا بابا هذه قضية زواج في بيت أنا ويا زوجتي زين ممكن تحصل مشاكل وممكن أنا كزوج أغلط وأنكر ممكن زوجة تغلط وتنكر. المفروض أنه في يكون قانون ذكي مدروس بحيث أنه هو يحد من هذه المشاكل. أساس أنا باخذ آخر اتصال وأعتذر من كل المشاهدين ما بقى معي إلا 4 دقائق والحلقة جدا ممتعة ماشي راح الاتصال مع عبد الله حاولوا تتواصلون معه لأن خلاص الحين ما عندي وقت واعتذر لأخوي عبد الله الهاجري. علاقة قبل بين البنت وأمها علاقة البنت متزوج مع خالتها شلون كانت المعاملة قبل؟ جميلة نعم. يقولون كانت الخالة ظالمة شوي والأم قاسية سامحها لعيون جوزها إيه زوجها لعيون زوجها سامحها ما علي دنك على خشمها وتحبه وأنا بنتك يا خالتي وأنتي والدتك. هي تنتقل من أم إلى أم ثانية أي بس الخالة دائما ما الخالة اللي حنا الأجزر يا كبرنا ما دنا الخراب هذا منتثر هذا ضايع هذا مدري وين رايح هذا راح على ريزه يعني مو مثلنا هالحينة مطاعم وخير على البيت صح الأكل على البيت وأكل اليوم ريوق ترى يكون اللي يسرح بالبل واللي يسرح بالغنم واللي يروح يعس يدور بسان جديد واللي يدور ربيع واللي يدور يعني ما يقعدون ترى يومهم بالليل حتى قهاوي ما يعرفون قهاوي شاي ما يعرفون شاي يسوون من هالحليب ويشربون سبحان الله. نعم واللي يصيد له ظبي واللي يصيد له عرنب واللي يصيد له يعني الصيد من أول واجد خير أنا طلعت عليها أنا ما أقول لك ما لحقت عليها لحقت عليه ولحقت على الصيد ولحقت على كل شيء تباني من باب المكة إلى باب إيران أفصص لك تفصيل كلمة ما فيها لا زود ولا نقص ما شاء الله يعني أنا ورعة بس قلبي اسم الله صاحي أعرف الحاجات اللي أنا أروح يمها تسمعني ويعني العجوز يكد سنة العجوز هي رعية البيت صح وهي اللي تقول اشتغلي كذا وهي اللي تقول اشتغلي هي اللي توزع على زواج هي بنات. اللي ولية على كل شيء نعم هي. ولها احترامها ولها احترام ولها معرفة
ولا تسمع بنت اخيها منها ولا كلمه، وتطق بعد اللي طقت العجوز، ما تقول تقول الله يرحم والدينك. اطقهم اطقهم. الحين من ترضى الخاله تطق به؟ الله يستر على المنطق. ما حد يرضى الحين تطق الخاله. ما قلت لك الشمري طلقها يوم قالت له يمكن من هالبيت؟ ليه؟ ما هي امه مرضى عديسه ما شالته في بطنها، حتى ما فيه طبيب من اول، يظنون بقعت القشع. ما تذكرون هذه؟ والمره اللي طلعت من بيتها ما شاورت رجالها تلعنها الملائكه لن تعود. صح. قروا القران والهبلوا. الحين تسفى العباث مروح ولا تسال. تركب السياره فلانه عندها حفله الليله. وتترك العيال عند الخدام. تركت طوقان. امس لقيت في ابو العلوم ثلاثه ورعان محذوفين في زليب. بيارة والله اني بسيتهم شفتهم ما اعرفهم من اهل الكويت. ثلاثه وليدين يجيبون البخت. وعقب يوم قاموا شدوا على الخدامه قالت لي والله حذفتهم. يا حبيبي انت تقعد عندك الخدامه اربع سنوات ما شفت دمعتها سالت لا على اولادها ولا على رجالها اربع سنوات. انا براك اكبر عيالي. عنده ستة عيال ما شاء الله. بعضها الحين بخطب له ما شاء الله. اللي اخذ يومين ما دق علي دقيت عليه. ايه كل يوم تجيني اشوفك بعيني. نعم. قلبي يخاف عليه. نعم. هذا خدامه شيء لا تسألني عنها بحيث واجد. انا انتهى وياي الوقت اخوي عبد الله ويعطيك طولة العمر وان شاء الله اعجبك مقابلنا. والله احلى مقابله وياك وبعفويتك يا امه. ومشاهدين عندنا اتصالات وايد وانا انت محتاجه ساعه ثانيه نسولف وياك اخوي عبد الله اللي رجعتونا للماضي الجميل. وانا لكم وعد ان شاء الله في حلقه ثانيه جزء ثاني راح نرتب عليه نعطي وقت اكبر وافتح للمشاهدين يقولون رايهم. اخوي عبد الله شاكر لك ذكرتنا بالماضي الجميل وانا عندي على يقين عندك كثير من المواضيع نفتحها وياك. ومبراك شكرا لك على حضورك وسهرناك ويانا اليوم. لا والله فرصه سعيده. طول بعمرك واعزمكم واهلي بكم على متحف السلام. على راسي من فوق. شكرا لك يا مبراك. انزلك راتبي. لا الحين بنختم يمه الحين. يعطيك طولة العمر ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نشوفكم ان شاء الله باكر بكره حلقتنا عن المجوهرات. تابعونا حلقه مميزه ان شاء الله. يسالوني انا ما ادري وش هي. اي برتب لك اياها. اي اكتب علشان اعلم الناس. ان شاء الله ابشري ادز لك اياها والاعداد يرتب لك اياها. تسالني مرات. حاضر. تسالني مرات الوزير. حاضر يما. خالد. حاضر تامرين امر يما. اعزائي المشاهدين نشوفكم باكر. الكويت اولا والله يصح الحال.